سلام حبيباتي، نتمنى لكم اليوم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنعمل معكم طرطه بالبرقوق، اما بالبرقوق ولا نقدر نعملوها بالمشمش اللي يوجد عندنا. المكونات ديالها بسيطه بزاف، يعني كناخذوا البرقوق كنصلوه كنقطعوه على جوج، كنزولوا له العظم ديالو، كنحتاجوا الباط فويتي والسكر. صافي، هادو هما المكونات اللي كنحتاجو. يعني هادي ساهله ومهله وزوينه بزاف. هاد الطورطه هادي كيعملوها الفرنسيين بزاف بزاف بزاف، كيحتفلوا بها في الاعياد ديالهم، المناسبات ديالهم. على بركه الله. كناخذوا المول ديالنا كندهنوه بالزبده وكنفرشوا له ورق الزبده، كنسرحوا العجينه ديالنا وكنثقبوها كامله بالفورشيت، وكنرشوا سنيده كنوضعوا البرقوق ولا المشمش على حسب اللي موجود عندنا. كنحاولوا نصفوها كامله وكتا كتغطى لنا العجينه باكملها، وكنوضعوا السنيده من فوق منها. خليكم مع مشاهده الفيديو.